تريد تسافر إلى محافظاتنا الحبيبة؟ ناقلكم الوطني وفر خدمات جديدة وبأسعار تنافسية. الخدمة الجديدة هي خدمة الحجز المسبق واللي خصصناها للرحلات الداخلية. أسعارنا الجديدة راح تكون حسب أسبقية الحجز. تذكرة بغداد بصرة بغداد راح يبدي سعرها من 75 دولار، وبغداد أربيل بغداد راح يبدي سعرها من 121 دولار. أما بالنسبة لبغداد سليمانية بغداد راح يبدي سعرها من 114 دولار، وبغداد الناصرية بغداد راح يبدي سعرها من 101 دولار، وبصرة أربيل بصرة راح يبدي سعرها من 121 دولار. أما بصرة سليمانية بصرة راح يبدي سعرها من 114 دولار. نجف أربيل نجف راح يبدي سعرها من 112 دولار. أما نجف سليمانية نجف يبدي سعرها من 105 دولار. كل هاي الخدمات وغيرها راح تلقوها عندنا احنا، الخطوط الجوية العراقية.